أكثر في الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هدى للناس. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة ليلة الجمعة أن تنصر أهلنا المرابطين في غزة، أن تنصر أهلنا المرابطين في فلسطين، أن تشفي صدور قوم المؤمنين، أن تمكن لنا ولهم ديننا الذي ارتضيت لنا مولانا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم المحتل الغافل، وأرنا يوم نصر قريب تعز به أولياءك وتذل به أعداءك. اللهم أكرمنا بنصرك وأغثنا بمددك وتولنا بإحسانك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نشكو إليك دماء أطفال ترضى وشيوخ ترضى. اللهم إنا نشكو إليك أنهم هدموا البيوت على ساكنيها وقتلوا الجرحى والمرضى في مستشفياتهم. اللهم أدنا بهم عجائب قدرتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تعجل بها نصرنا وتفرج بها كربنا وتمحق بها عدونا وتسقي بها صدرنا وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اليوم 25 ربيع الثاني يحمل ذكرى متعلقة بهذه الحرب التي يعيشها أهلنا في غزة. اليوم ذكرى حقيقة أيها الأحبة، 25 ربيع الثاني 583 هجري، بداية انتصار الاحتلال الفرنجي الذي بقي في بلادنا ما يقارب 90 عاما. كانت بداية أو تمام تقريبا نهايته 583 هجري 25 ربيع الثاني، حتى يكمل جيش النصر في زمن صلاح الدين الأيوبي طريق نصره بفتح المسجد الأقصى 27 رجب 583 للهجرة. تاريخنا الحاصل بالنصر، وما نراه اليوم من اعتداء محتل غاصب متغطرس يقول كما قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ هذا لا يفت من عضدنا بشيء ولا ينال من عزائمنا بشيء، فكما هلك كافرو مكة وكافرو الجزيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما انتظرت جيوش الروم وجيوش الفرس في زمن صحابته الكرام، وكما اندحرت جيوش الفرنجة في زمن عماد الدين ونور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، وكما هلكت جيوش المغول والتتار في عين جالوت على يد السلطان قطز والظاهر بيبرس، فسنحتفل بإذن الله بنصر أهلنا المرابطين في غزة، وسيسجل التاريخ يوما للمرابطين اليوم كما سجل يوما لأهل حطين، وكما سجل لأهل عين جالوت، وكما سجل لأهل اليرموك يوم نصر قريب بإذن الله تعالى يعز به أولياء الله ويذل به أعداء. التاريخ ليس للتسلي، التاريخ للتأسي،
للتاريخ وللعبرة. عندما نقول محتل فرنجي سموا نفسهم بالحملات الصليبية وقالوا نحن جيوش صليبية واسمهم عندنا حملات فرنجية. ومسيحيو الشرق كانوا مع إخوانهم العرب مع إخوانهم من المسلمين تجمعهم هذه الثقافة سموا نفسهم بحملات صليبية اسمهم عندنا جيوش الفرنجية. ظلوا في بلادنا قرابة 90 عاما قتلوا 70,000 مسلم من سكان القدس ومن أهل المسجد الأقصى إبادة محاولات إبادة جماعية. ما يقوم به المحتل الغاصب اليوم في غزة محاولة إبادة جماعية يريد أن يقول من أشد منا قوة كما وصف الله الطواغيت والظلمة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هذا حالهم. إياكم أن تظنوا أنفسكم قادرين على الدفاع عن دينكم. إياكم أن تظنوا أنفسكم قادرين على الدفاع عن أرضكم وأرضكم ومقدساتكم. الصليبيون الفرنجة قالوا من يريد الدفاع عن المسجد الأقصى فنذبحه في ساحات المسجد. وقتلوا 70,000 من أهل القدس وداخل جنبات المسجد الأقصى سجل أنه قتل 40,000 داخل المسجد أثناء احتلاله. واليوم المحتل الغاصب يقتل 10,000 في أيام معدودة حتى يقول إياكم أن تدافعوا عن دينكم إياكم أن تدافعوا عن مقدساتكم سأردم البلاد فوق رأس أهلها. يضرب قنابل على غزة تعادل قنبلتين نوويتين حتى يقول لهم أترون قوتي أترون بطشي. له في ذلك سبب. قال حفاس الظالم كانت نهايته على أرض فلسطين اسمه أرناق أرناق محتل مستعمر كان يسيطر على قاعة الفرس. وهنالك حجاج من المسلمين يريدون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون حج بيت الله وأرسل أمرنا من جهة ملكهم فاستأذنوا أن يمروا إلى أرض الحجاز والمدينة المنورة ومكة المكرمة من خلال هذا الطريق فإن لم تبعتم لستم مقاتلين أنتم مدنيون بالمصطلح المعاصر ما تبين بين الله شيء فمر فما أن أصبحوا تحت يده إلا غدر به وكان عبده وأعمل بهم السيوف والرماح قتلا وطعنا وهو يقول لهم أين محمدكم يدافع عنكم أين محمدكم يدافع عنكم. اليوم أحفاد أرناق يقتلون المدنيين ويقولون لهم أين دينكم وأين أقصاكم وأين ثباتكم حتى تقيكم مدافعنا وبوارجنا وطائراتنا. هذا حال المحتل هذا حال المتغطرس هذا حال الظالم وها هو يتجرع الظلم وها هو يتجرع الهوان وها هو في مكانه يراوح مكانه منذ شهر مع خسائره الفادحة وهو يعرف معنى منازلة أهل لا إله إلا الله الذين يدافعون عن دينهم ويدافعون عن مقدساتهم ويدافعون عن أرضهم وهو يتعلم ثبات من يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أرناق الذي يحتفل اليوم بذكرى النصر عليه قتله صلاح الدين الأيوبي بنفسه. كان صلاح الدين الأيوبي عندما وصله خبر قتل الحجيج مريضا معه حمى فوصله
أن عمار اعتدى على الحجيج وقتلهم وقال لهم أين محمد كم يدافع عنكم؟ فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقال يا رب لك علي إن شافيتني من مرضي أن أنتقم لهم أن آخذ بثأرهم ثأرا لهم وحتى يعلم أرناب وحتى يعلم كل مستعمر أن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا يدافعون عن دينه فكانت حقا 583 25 ربيع الثاني وأسر أرناط مع عدد من القادة وطلب القادة ماء فأعطى صلاح الدين من طلب الماء فأخذ القادة يناول أرناط قال له صلاح الدين أنا لم أعطي ماء لك ليه؟ لأن الماء في العرف السياسي إذا أعطاه قائد المنتصر للجندي أو العسكري الأسير فذلك تأمين من أن لم أمسك بسوء أبدا فأسقاه منه قال أنا لم أعطيك الماء أنت يا أرناط أعرض عليك ماء يعرض على الأسير من التوبة من الإسلام من التوبة على ما أنت فيه قال لا أنا على ما أنا عليه من كفري ومن حربه قال إذا فيكون الإفقان أنت أتيت الحجيج العسر يعني مدنيين كما يفعل الصهاري اليوم قتلت الحجيج العسر ثم عندما قتلته بدت البغضاء من قولك وما تخفي صدوركم أكبر وقلت لهم أين محمدكم يدافع عنكم أي أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحبونه وتعتزون به وتفدونه وتفدون دينه بالمهج والأرواح أين هو ليدافع عنكم أنا عن محمد أنا عن سيدنا محمد يا أرناط وقتل أرناط أمام الجيشين لتعلم الأمة وليعلم الناس أجمعون أن لهذا النبي وأن في هذه الأمة رجالا يسجدون رسالة اليوم نقرأ معها قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين رسالة فلسطين اليوم عندما نرى قوة أهلنا في فلسطين ودفاعهم وجهادهم ورباطهم ومقاومتهم نرى معها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق اطلع من بيتك بدي أطردك أنا محتل أنا قوة غاصبة أنا قوة ظالمة أخرج من بيتك أريد أن أهجركم من غزة وأريد أن أهجركم من الضفة الغربية واذهبوا إلى غير هذه البلاد لتخلوا لهذه البلاد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ثم تبين لهم آية أن للدين شوكة وقوة وسيف وسلاح تدافع عن أو يدافع عن الدين وعن الأوطان أذنت الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن أهل الحق دفعوا أهل الباطل يوم ما إلك أنت في بيت مكان ولا إلك في أرض مكان ولا إلك في مقدسات مكان لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ومن أفضل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسع في قلبه؟ هذه في بني إسرائيل. اليوم يهدمون المساجد ويريدون إخراج أهل المساجد من بيوتهم، ويريدون إلغاء صفة المسجدية عن المسجد الأقصى. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتل طلبا لرضوان الله، سبيل يعني طريق. هذا طريق رضوان الله، أن أقاتل من يريد تهديدي وسلب أرضي وفتنتي عن ديني وتضيع مقدساتي، أقاتله وأمرغ أنفه بالتراب وأطلب النصر من الذي قال كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، وأستمد النصر من الذي قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا قضاء مبرم لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد منجز، فنرى المحتل منتصرا مهزوما، وهي وقائع، هذه وقائع نعيشها منذ شهر. العدو يغارق مكانه ويعد خسائره ولم يحقق شيئا باذن الله تعالى، لان الامه عرفت طريق النصر، دفاعا عن ارضها، دفاعا عن دينها، دفاعا عن مقدساتها، عرفت طريق نصرها وصارت طريق رضوان ربها، وعلمت ان الذي انزل النصر على اهل بدر وقال لهم اذ تستحيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ينزل نصره على كل من وقف على بابه يطلب من الله نصره ومدده وتمكينه. سأخرج إلى فرنسا بإذن الله تعالى ونكمل بعد الفاصل بحوله وقوته. أهلاً ومرحباً بكم من جديد، أهلاً ومرحباً بكم، ونحن نعيش في ذكرى التقييم التي تحمل معها بشائر النصر القريب الذي سنحتفل به قريباً بإذن الله تعالى، نصراً لأهلنا المرابطين في غزة وفي القدس وفي فلسطين كلها. نصرهم الله، أمدهم الله قطين بعد 90 عام تقريباً من الاحتلال الفرنجي الذي أصاب كثير من أفراد الأمة وقت اليأس، وخلاص انتهى الأمر. فكان بعد النصر، كان بعد الصبر النصر، كان بعد الضيق الفرج، عندما صار رجال الله الذين صدقوا عهدهم مع الله طريق رضوان الله، صار رجال الله طريق النصر. هذا معنى وقاتلوا في سبيل الله، سبيل يعني طريق، وجاهدوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله معناها طريق. النبي عليه الصلاه والسلام يبشر على عسقلان، يبشر على غزه، عسقلان تثمر غزه وفق التقسيم المذكور في مراجعنا، اسمها غزه عسقلان. عليكم بالجهاد، خير رباطكم عسقلان، خير جهادكم الرباط، عفوا، خير جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان. يعني المرابطون اليوم مبشرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ونصعد قريبا باذن الله بنصر يشفي صدور قوم المؤمنين. نعم نعلم، ونحن نرى الابرياء، ونحن نرى الاعتداء، ونحن نرى الظلم وسفك الدماء، نعلم، ولكن لا تلين العزائم ابدا. والله نستمد العزائم من عزيمه المرابطين. كلنا راينا على شاشات التلفاز من يوزع الحلوى ويقول استشهدت ابنتي، وها انا اوزع الحلوى واقول للمحتل الغاصب واقول لنتنياهو لن تثني عزائمنا على مصر. يوزعون الحلوى وهم يقولون نحن
يبشرنا به واقع الحال ان هنالك احفاد لابناء قبطين وابناء عين جالوت وابناء اليرموك قبلهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. هنالك رساله مهمه من معركه قبطين ومن فتح بيت المقدس 27 رجل 583 هجرة، حقيقة كانت في 25 ربيع الثاني في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه في مثل هذا اليوم. الرسالة: ما الذي حدث مع الأمة حتى تنتصر بعد الهزيمة؟ الذي حدث مع الأمة الذي نرى في أهل غزة اليوم وأهل القدس اليوم سببا للنصر في المدرسة. الأمة عند هزيمتها كانت بعيدة عن دينها، فقيرة بمعرفتها بكتاب ربها، غارقة بالشهوات، حتى ذكر أهل التاريخ أنه عندما خرج أهل القدس بعد الاحتلال، أول ما بدأ الاحتلال إلى يعني الاحتلال بال 400 هجري، 400 بال 480 بال 490، عندما جاء المحتل سرنجي وقام بمذبحه في بيت المقدس، خرج بعض اهل بيت المقدس الى حكام بعض الدول المجاوره يستغيثون به، يقولون اغثنا اغثنا انصرنا، نطلب منك ولايه المؤمنين المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اليوم انا مسؤول عنكم جدا، غدا اجلس معكم واسمع منكم واشوف انكم حتى اقرا. فيقول علماء التاريخ: كان انشغال ذلك الرجل في ذلك الوقت الذي طلب من النصر والمدد ان كانت عنده معركه بين القيود الجارحه، بتسلى بيلعب يعني، جاي يتفقد مع مصر مع طرف جارح اخر وجامعهم مع بعض، وبده يشوف كيف هسه بيتشاركوا مع بعض وكيف بيذبحوا بعض. فقلنا كان اللي ماتوا يموتوا بكره بنشوف شو نعمل معهم. إذا الانسجام كامل عن معنى ولاية المؤمن بالمؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو بعضهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم البنيان المخصوص، المؤمن بالمؤمن البنيان المخصوص، مثل المؤمنين في كوادهم وتوحدهم كمثل الجسد اشتكى منه عضو ضاع له صبر الجسد بالسهر والحمى، هذا الإحساس مفقود. كذلك إذا قرأنا عن عنجل عندما دخل المغول إلى بغداد قبل عنجل، احتلوا بغداد ثم دمشق ثم أرادوا الإكمال إلى مصر وهزموا في عنجل، ودائما أرض فلسطين مقبرة للغزاة، دائما حطين عنجل مقابل الغزاة هناك، استبقى دائما بإذن الله منتصرا تقهر عدوها وتكسر عدوها. فلما دخل المغول قبل هزيمتهم في قصة يذكرها المؤرخون، قصة حقيقية لكنها رمزية كبيرة. قالوا عندما دخل المغول أو التتار إلى بغداد، تسأل قصة بسهم كانت ترقص في بيت من البيوت أو مكان من الأحجار. شو ذات القصة؟ إنه مين هذا اللي في حرب عنده؟ حرب جيوش يستعد لقتل اخواني، وهو يقول لك لا لا ابعاد عني، تخلينا نرقص ونغني ونفرح ونطرب وما بوصلوناش. هذه الجهاله وهذا الموت بالاحساس وهذا الانسلاخ عن روح ولايه المؤمن للمؤمن كان من اسباب الهزيمه. والذي يقول النار عند جاري لم تصل إليه هذا أحمق في عقله أبد. الذي حرق بيت جاري فيريده، والذي اعتدى على أخيك اليوم يعتدي عليك غدا، وأهلنا في فلسطين اليوم يدافعون عنا واحدا واحدا، ونسأل الله أن يجعلنا لهم سندا ومددا وعونا. أنا معتز بموقف الأردن موقفا مشرفا فلسطين بفضل الله لا تدور عن مساجدنا،
ولا عن إعلامها. جلالة ملك البلاد يقول بشكل واضح: فلسطين بوصلتنا وتاج القدس الشريف، وبإذن الله يكمل ويتمم الله لنا مقاصدنا، وينعم علينا بصلاة في المسجد الأقصى محررا مطهرا، ونكتب من جند تحريره. ذلك المقصد الكامل، اللهم من علينا به. لكن يجب لمن لم قبل ان عفوا نصل الى ذلك اليوم، وباذن الله نصل اليه بكرم الله، ان نقوم بما نستطيع القيام به. حضور هذه الرسائل التي تصون هويه الانسان وتبني فكره، قضيه كبرى. مش قاعد ارجع اقول، مش قاعد اقول يعني خلاص ما فيش داعي لقضيه ان تحرر فلسطين وان نصلي في المسجد الاقصى محررا مطهرا. هذا الكلام غايه المنى. اللهم اكرمنا به يا رب العالمين، واجعلنا ممن قلت فيهم. فاذا جاء وعد الاخره، يعني سيبعث عباد لله، ومن صفتهم انهم اولو باس شديد. فإذا جاء وعد الآخرة بعث هؤلاء العباد مرة أخرى، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مسؤولا. نسأل الله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم أكرمنا يا رب. لكن هناك قضايا نقوم بها ومهمة، وهي البنية الفكرية. أنا الآن لما أنظر إلى من يدافعون عن دينهم وأرضهم، نراهم أهل القرآن وأهل حلة الذكر، تربوا على مائدة القرآن، تربوا في رياض المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون هؤلاء معزولون مفصولون فكريا ووجدانيا عن قضيتهم، عن قرآنهم، عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير قادر عقديا أن يدافع عن دينه. اليوم لما أسمع المتخصصين العسكريين وهم يتكلمون عن رباط المرابطين، يقولون هذا البناء العقدي عند هؤلاء لا يهزم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وهذا ما كان في وجدان الامه وبنيانها الفكري بعد النصر، مثل لما انهزمت كانت الراقصة ترقص والمحتل داخل إلى بغداد في عنجالوت، قبل عنجالوت أصلاً في الاحتلال والاستعمار المغولي، ويوم حطين الشغال بالشهوات وبالملبيات، وهنالك مذبحة، صار في تغير، صار في تحول في واقع الأمة. يقول علماء التاريخ: أصبحت أغاني الأفراح عن الجهاد والنصر على المحتل، أصبحت النساء تجعل مهرها لبناء المدارس ولبناء الدور التي تبني الأمة رباطا ودفاعا عن دينها ومقدساتها. اختلف الحال. وإذا نقرأ عن حال النساء تحديدا من ذوات العلم والفهم والفقه، وكم بنوا من المدارس والمساجد والزوايا التي تبني الفهم والعلم الذي يحقق النصر، لوجدنا كيف نهضت الأمة فكريا من الشهوات، تدرج بالشهوات والمليات. نعلم أنه الآن اللي عندي معركة الإسلام والمقدسات والدليل عنها بالمليات، هذا ينفذ إرادة عدوه علي رحمه. بينما يقول علماء التاريخ: نهضت الأمة معرفية من خلال العلماء العالمين، الإمام الغزالي قبل الإمام الجويني والإمام الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام ابن الجوزي والإمام الرفاعي، أحاد الأمة إلى حقائق الدين، علماء التصوف السني العلمي الذي يعلم معه الإنسان معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من علم أنه لا إله
الله علم ان عليه واجب اتجاه دينه وارضه ومقدساته. قضيه مهمه، قضيه من اسباب النصر. لما نقرا عن الكتب التي بينت كيف عادت الامه الى النصر، كيف حققت النصر، يقول لك النهضه العلميه المعرفيه التي عاشتها الامه يوم حطين قبل حطين من خلال العلماء الذين ذكرناهم، كان لهم دور رئيسي في نهضه الامه. كان هنالك وزير صالح له حضور عند الدوله العباسيه وعند الدوله السلجوقيه اسمه نظام الملك رحمه الله ورضي عنه، يبني المدارس للعلماء. هم الذين تخرج من مدارسهم جيل النصر. تقرا مثلا عن صلاح الدين الايوبي، تقرا كان من قاده جيش صلاح الدين الايوبي، قاده الفكر والفهم اللي موجودين التعبئه المعنويه. العالم ابن قدامه المقدسي، تقرا ابن قدامه، وقد تعلم ابن قدامه المقدسي في مدرسه الامام عبد القادر الجيلاني في بغداد. ما كان في حديث سيدنا سيدنا وسلم تعلم هنا كيف ينتصر هناك. هذا واجبنا اليوم، ان نبث هذه الروح في اعلامنا ومساجدنا ومدارسنا وجامعاتنا. هذه الروح التي تحقق النصر. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. سبيل الله طلب رضوان الحق سبحانه وتعالى. هذه رساله نستلهمها ونحن نذكر عن معركه حطين. معركه حطين تحضرنا معها رساله كبرى. قبل صلاح الدين الايوبي كان في سلطان عابد اسمه نور الدين زنكي. هذا قبل صلاح الدين الايوبي. الدوله الزنكيه بدات فيها من قارعه الاعداء في بلاد الشام وفي العراق، الدوله الصليبيه، الدوله الفرنجيه سمت نفسها دوله صليبيه، وكان بدايه النصر على يده، ثم اكملها تلميذه صلاح الدين الايوبي رضي الله عنه اجمعين. نور الدين زنكي لما اراد ان يبني رمزيه تعبر عن النصر، يعني او تعبر عن طريق النصر المرجو، هذا قبل الحطين بسنوات، بدي اصنع شيء يدل على طريقه. هذا احنا بدنا نتخيل ايش بنى نور الدين؟ بنى قلعه، سيوف من جميع زي المدفعيه، يعني تبقى حجاره. قال ابنه منبر. في رساله بيبعث لنا اياها نور الدين زنكي عبر الزمان، ابنه منبر. هذا المنبر عندما افتح المسجد الاقصى اريد ان اركزه في قبله المسجد القبلي. كل ما بين اسوار المسجد الاقصى اسمه المسجد الاقصى. في مسجد، في المسجد القبلي اللي عند القبله. وبدأ نور الدين ببناء المنبر، واكمل صلاح الدين الايوبي مشروع نور الدين زنكي، وركز المنبر في زمن صلاح الدين الايوبي. وعندما فتحت حلب قال له من فتح الله عليهم وفتحكم حلب الشهباء في سفر مبشر بفتوح القدس في رجب ابن محيي الدين. وكان الرساله اللي بدنا نحكي عنها في اخر دقائق البرنامج، لما كانت رمزيه النصر بالنسبه لنور الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي المنبر، ليقول لنا المنبر بما يمثله اليوم من اعلام ومواقع تواصل ومدرسه وجامعه ومنبر مسجد ومنبر مسجد، هذا المنبر هو الذي يشكل الهويه والفكر
الذي يدافع عن الأوطان والذي يقف في وجه المحتل الغاصب. والعكس صحيح، الرسالة الإعلامية الفاسدة الهابطة التي تفوت من عضد الأمة وتكسر من معنويات الأمة هي سلاح في يد أعدائهم. أتشرف اليوم بالرسالة الإعلامية والرسالة التي تقوم بها المؤسسات الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية، ونسأل الله أن يمن علينا بالتمام. لكن هذا المطلوب أن يكون حاضرا في كل عالمنا العربي والإسلامي، سياسيا، اقتصاديا، إعلاميا. نعتز بالمواقف الأردنية. لما وصلت الإغاثة الطبية إلى المستشفى العسكري، إلى المستشفى الميداني التابع للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال أبطال القوات المسلحة، هذا شيء نعتز به. لما هذا المستشفى هدده المحتلون، قالوا أخلوا المستشفى، فبقي بأمر جلالة الجلال ووصلت إليه المعونات، هذا شيء نعتز به ونسأل الله التمام. ونسأل الله أن يكون هذا الموقف موقف كل البلاد العربية والإسلامية، حتى نفرح بنصر قريب، وحتى نكون في ولاية كاملة لأهلنا وأحبابنا في فلسطين، ولنفرح بيوم كيوم حطين ويوم كيوم عين جالوت. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر أهلنا المبارزين في غزة والقدس وفلسطين، أيدهم بتأييدك، أمدهم بمددك، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهم كما ربنا يرحمهم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.